بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة اتش بي تسجد اف 4180، طابعة اخرى اف 2430، وما يماثلها فيها مشكلة في سحب الورق، التغذية فيها تغذية امامية. لو حاولنا نطبع على الطابعة من الكمبيوتر بنلاحظ انها ما بتسحب الورق او بتسحب الورق بصعوبة. عندنا التست بيج هذه، لو طبعا عليها ال F4100 معطينا رقمها، يختصر اخر رقمين. طابعة اخذت الامر، تحاول تسحب نلاحظ ما بتقدر تسحب الورق، هذه المشكلة اللي موجودة فيها، تعطينا ايرور على الورق اذا لاحظنا. طبعا لاحظت انه هذه الموديلات صحيح فيها ضعف في سحب الورق، الرولة صغيرة وما بتستطيع انها ترفع الورقة للأعلى. ممكن نحل المشكلة بالطرق التالية، بعد ما نتأكد انه طبعا انها الرولة بتحاول تسحب الورق، ممكن نستخدم ضوء. لازم نشوف الرولة، اذا ملاحظ في الاسفل انها بتدور، طبعا صعب تبين في الكاميرا ولكنها بتدور الرولة، شايف انا، فهذه يعني امر مبشر وممكن اصلاحها بالحالة هذه. اذا ما بتدور الرولة صعب اصلاح الطابعة. حتى نصلح الرولة ممكن نجيب قطعة قماش ونخليها عليها مية، نبللها بالمية ونحطها اسفل الرولة ونخلي الطابعة تحاول تسحب كأنما نطبع عليها. طبعا بتحاول الرولة تنظف نفسها بشكل تلقائي، يعني نخلي قطعة القماش أسفل الرولة، هذه الطريقة الأولى. طبعا في قطعة القماش أسفل الرولة وعليها مي، نضغط على الزر الآن بتحاول الرولة تدور على قطعة القماش كأنها بتسحب الورق فبتنظف نفسها. طبعا في مواد لتنظيف الرولات خاصة مثل هذه المادة، إذا كانت متوفرة لدينا بكون ممتاز. نرجع لموضوع قطعة القماش مع المية، من السهل انه اي واحد يستخدمها، ممكن نعيد العملية عليها اكثر من مرة اذا ما مشت. الان نشوف طريقة ثانية انه نطلع فيها الربرة ونخلي مجموعة من التيب، 10 لفات تيب او 7 لفات من التيب اسفل الربرة بحيث انه نزيد سماكة الربرة. طبعا ممكن نطلعها ونغسلها غسيل بالماء، نفتح الكفر من الخلف ونجرب طريقة ان نزيد سماكة الربرة. نحاول اول شي نشيل هذا الكليب بسهولة، بعدين نحاول نشيل الرولة بهذه الطريقة، ما ادري واضحة ولا لا، ان شاء الله تكون واضحة. نعمل زوم، هذه الرولة لاحظ حجمها صغير، فنحاول نطلع الربر وبعدين نخليه تحتيها تيب. بعد ما شلنا الربر نحاول نخلي تيب أسفل منها، 7 لفات تقريبا بحيث يكونوا متوازنين، بعدين بنرجع الربر ونجرب الطابعة مع بعضنا إن شاء الله. فكرة إخراج الربر بس بالسكرو درايفر، ممكن إيش نرفع الربر من هذا المكان ولما نرجعها نرجعها برضو إيش، أول شي نركب هذه الجهة بعدين نضغطها للأسفل تركب في مجراها. طبعا حتى نقدر نرجع الربرة لمكانها بشكل سهل، ممكن نخلي تحتيها صابون أو أويل أساس تركب بشكل سهل. طبعا الربرة بصير ضعيفة نتيجة الاستخدام وانها الطابعة طابعة اعداد كبيرة، ممكن تصير ناعمة، فهذه العملية وضع التيب اسفل منها ممكن يزيد سماكة الربرة وتصير تشتغل او ترجع تشتغل بطريقة افضل. وافضل طريقة اذا ممكن ان نبدل الربرة، طبعا ممكن صعب نحصلها، بنحاول نرجع الربرة مكانها
طبعا الإنارة مهمة جدا في هذه العملية، لازم نتأكد أن البن اللي على اليسار يركب، وبعدين نركب البن اللي على اليمين. مش صعبة، ولكن الإنارة جدا مهمة. بعدين خلنا نجرب الطابعة. أوكي. نلاحظ الطابعة صارت تسحب الورق وتطبع هذه الطريقة، طبعة التزيينة. فممكن تكون هذه الطريقة ناجحة في الغالب، يعني جربتها مع أكثر من طابعة ومشت أمورها. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.